توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي. قلت يا رسول الله، من أسعد الناس شفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه وإتماما للفائدة. نروي الحديث التالي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، فدخله الجنة على ما كان من عمل، زاد عبادته من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم والترمذي: من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. الوصية الثانية، وهي وصية عامة في التوحيد، عن عباس عبد الله بن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لم اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن الفرج مع الكرب، واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم، استغفر الله الغفور الرحيم.